ينضم إلينا مراسلنا من الأنبار مصطفى مهند حول زيارة رئيس الوزراء إلى المحافظة. مرحبا بك مصطفى، ضعنا في آخر التفاصيل والمجريات حول هذه الزيارة التي خصصت ربما الجزء الأكبر منها إلى محطة كهرباء الزوية. تحية طيبة لك وللمشاهدين. نعم، استقبلت محافظة الأنبار صباحا هذا اليوم رئاسة دولة رئيس الوزراء السيد محمد شجاع السوداني في محافظة الأنبار، وبالتحديد تفقدوا محطة الكهرباء، محطة الأنبار للطاقة الحرارية التي تقع في منطقة زوية في قضاء هيث غرب محافظة الأنبار، وحول وبحث الاجتماع حول استعدادات هذه المحطة لإكمال ما تم توقف العمل عليه منذ 2013 بسبب العمليات العسكرية ضد داعش الإرهابي. بدأ العمل على هذه المحطة التي وصلت نسبة الإنجاز حسب المصادر المهندسين من داخل المحطة إلى 50%. مع ذلك بدأ العمل على إنه تزويد محطة كهرباء الحرارية من محطة غاز عكاظ التي تقع غرب الأنبار، تزويدها بالطاقة وبالوقود إلى هذه المحطة، وبالتالي توزيع كهرباء إلى محافظة الأنبار والمناطق الفرات الأوسط. تمرت زيارة رئيس الوزراء أيضا إلى الاطلاع على الخدمات الصحية في مستشفى الرمادي التعليمي، للاطلاع على نسب تقديم الخدمات من الكوادر الصحية لدائرة صحة الأنبار. وايضا كان يرافق دولة رئيس الوزراء السيد محافظ الانبار ورئيس مجلس محافظة الانبار واعضاء من مجلس محافظة الانبار، وايضا لا ننسى وزير الكهرباء ووزير الصحه في هذه الزياره الرسميه لمحافظة الانبار. وختمت زياره قبل قليل الى توزيع واطلاق محصول حصاد الحنطه في العراق وتوزيع المستحقات على الفلاحين. نعم مصطفى، هل من وعود حكومية حول انتهاء الأعمال بهذه المحطة الكهربائية، أو ربما حتى الموعد المحدد لإنهاء الأعمال بها؟ نعم، كان كلام السيد رئيس الوزراء للشركة المنفذة لمشروع المحطة الكهربائية في منطقة زوية على إكمال وتحديد المدة الزمنية لإكمال هذه المحطة التي تبقت نسبة 50% منها ليكون هذا الانجاز رسميا وحيويا يخدم محافظة الانبار والمحافظات المحاذيه للانبار. اعتقد ان هذه النسبه سوف، وفي هذا التجديد الذي اتى من دوله رئيس الوزراء للشركه المنفذه والمده الزمنيه التي في طور تحديدها، اتى بشكل كبير والزمت الشركه على الالتزام بهذه المده. نعم، مراسلنا من الانبار مصطفى مهند، شكرا جزيلا لكل هذه التفاصيل.